أهم الاشتباهات اللي تحدث عند الصائمين اللي أذكرها. أولاً شرب الماء البارد عند الإفطار. أعزائي معدتك ما تتحمل وأنت صائم أن تشرب الماء البارد، فأفضل شيء أما الشاي وأما الماء الدافئ وأما شوربة. تستعملون شوربة وهو طبعاً يكون دافئ ونتيجة ما يدخل للمعدة شيء بارد على الإطلاق في بداية الإفطار. غلطة ثانية تصير في شهر رمضان سرعة الأكل بدون مضغ، يعني يبلع بلع. بويا حاولوا تتأنون في الأكل، لا تستعجلون لأن معدتكم ما تتحمل أن تأكل هواية وبسرعة وغير قبل ما تعلسها تماماً. النقطة الثالثة ترك السحور. للأسف الشديد كثيرين ما يقعدون الصوم للسحور. دكتور احنا ما نحتاج سحور، احنا من نفطر ناكل هواية وبعد ما نحتاج السحور. اعزائي الجسم من يطول فترة الغذاء الصيام ماله، يعني انت من ما راح تسحر، يعني راح يصير من الفطور او بعد الفطور بساعة ساعتين راح تنام غير وما تقعد، فترة الصيام راح تطول. الجسم يحس كأنه هو في قحط وفي مجاعة، شي يقوم يصدر اوامر يمنع حرق الدهون. ليش؟ لأن الدهون تعتبر العملة الصعبة بالنسبة للجسم يحافظ عليها لساعات العسرة. فلذلك من يشوف فترة الصوم مالتك طويلة صار وأنت ما مسحر يصدر أمر لمنع حرق الدهون، وهذا الضرر الصائم راح يصير. فأعزائي حاولوا تسحرون، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تسحروا ففي السحور بركة. طبعا من يحس الجسم فترة الصيام هواية صارت، بدل ما يحرق الدهون يقوم يحرق عضلات، فبعد رمضان تشوف عضلاتك كلها متهدلة وذايبة لأنه جسمك بعد ما قام يحرق دهون لحفظ الدهون لساعات العسرة ويبدي يحتل عضلات. فأعزائي السحور جدا 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 مهم، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك. الاشتباه الآخر أنه سفرة الإفطار للأسف الشديد تبقى ممدودة من الفطور للسحور، ويا رايح جاي هيا أكل. ويا من تفطرون تخلصون أول شيء تلمون السفرة، أول شيء تلمون السفرة لا تخلوها مفروشة، حتى لو على الميز لا تخلوا، لموا بويا لموا الميز تروح للسحور بعد. أنا ما عدنا من يفطر للسحور كله يأكل واحد، هاي واحدة من الأغلاط الشائعة كل الدول العربية وكل العوائل. وواحدة من الاشتباهات للأسف الشديد الفطور على الأغذية السريعة. الأغذية السريعة هي أغذية تعتبر غير طبيعية وغير سالمة وغير صحية، فأرجوكم أرجوكم أرجوكم أن تتجنبوه، وخاصة في الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك لأنه شهر الصحراء يعتبر. هذا بالفطور عادةً واحدة من الأغلاط الشائعة تكثير الأغذية المقلية. بوية مسلوق أخذوه، مقلي أقل أخذوه، كل ما يكون مسلوق أحسن من المقلي، كل ما تقدرون تبتعدون عن القلي بالدهون حتى تكون أغذيتكم صحية. واحدة من الأغلاط الأخرى موجودة في الشهر المبارك رمضان هي تناول المشروبات الغازية على وجبة الإفطار، والمشروبات الغازية بها أضرار جدا جدا كثيرة ذكرتها في فيديو على حدة، فيمكنكم مراجعة ذلك الفيديو. أستودعكم الله عزتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.